أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري للرجال لكرة السلة بقيادة هنريك رودل عن قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة المرحلة الأولى من تصفيات بطولة أفريقيا 2025 الأفرو باسكت المقرر إقامتها في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري. وتضم قائمة المنتخب 12 لاعب زي ما هم حضراتكم شايفين أهو، وهم أحمد عادل، يوسف رفعت، كريم الجزاوي، ويوسف شحاتة، وعمر الجندي، سيف هنداوي، هيثم كمال، أحمد ياسر، باتريك يوسف، أنس أسامة، عمر طارق، وخالد عبد الناصر. وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة مع كوتيفوار وأفريقيا الوسطى ومدغشقر. وتعد هذه التصفيات مؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم كمان 2025. ومواعيد المباريات، مباريات منتخب مصر في البطولة كالتالي: منتخب مصر هيواجه نظيره أفريقيا الوسطى يوم الجمعة 23 فبراير الجاري في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة طبعا. منتخب مصر هيلتقي مع نظيره منتخب مدغشقر يوم السبت 24 فبراير في تمام الساعة 7 مساء، واللقاء الأخير طبعا مع نظيره كوتيفوار يوم الأحد الموافق 25 فبراير في تمام الساعة 7 مساء. كل التوفيق طبعا لمنتخب كرة السلة المصري. البطولة دي مؤهلة لبطولة أفريقيا وكأس عالم، فبالتالي هي بطولة مهمة جدا وعلى أرض مصر، يعني ما لناش مبرر. ومنتخب مصر كرة السلة من المنتخبات والأسماء الكبيرة في الكرة الأفريقية طبعا.